تعزيزة عسكرية تابعة لغزوان المخلافي تصل مدينة تعز عقب مقتل شقيقه الأكبر. إليكم التفاصيل. وصلت تعزيزة عسكرية كبيرة تابعة للقيادي غزوان المخلافي إلى مدينة تعز عقب مقتل شقيقه الأكبر صهيب المخلافي بعد مداهمة قوات أمنية منزله في حي الروضة. وقالت مصادر محلية أن القيادي غزوان المخلافي انسحب من وسط المدينة إلى خطوط التماس مع الحوثيين. وأضافت المصادر أن هناك انتشار كبير لمسلحين يتبعون غزوان المخلافي في أحياء الروضة وكلاب ومناطق أخرى. وأكدت المصادر أن القيادي غزوان المخلافي وجه جميع قواته لاستعداد اقتحام إدارة مبنى محافظة تعز وشرطة المحافظة انتقاما لمقتل شقيقه، فيما أوضحت المصادر أن المدينة تشهد توترا غير مسبوق ما ينذر باندلاع المواجهات في أي لحظة.